سهام الازمات الدوليه والاقليميه المتلاحقه اصابت الاقتصاد العالمي التي جاءت متزامنه مع وصول ازمه سلاسل الامداد والتوريد العالميه الى ذروتها وارتفاعات متلاحقه لاسعار السلع ومدخلات الانتاج. الدوله نجحت في الذود عن الاقتصاد المصري عبر الاصلاحات الهيكليه القويه والبنيه التحتيه المتطوره لتحفز مسار الاستقرار الاقتصادي، كما اعلت لواء المشاركه الفاعله للقطاع الخاص باعتباره قاطره التعافي الاقتصادي. تم إقرار مجموعة من القرارات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية والشفافية داخل الاقتصاد المصري، وجاء في مقدمتها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة. قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت لتعزز من التنافسية وشفافية بيئة الاستثمار من خلال العمل على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي. كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة كما أقر المجلس تحديد مدى زمني لموافقات تأسيس المشروع بما لا يتعدى عشرة أيام عمل وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات مع التوسع في إصدار الرخصة الذهبية المجلس الأعلى للاستثمار وافق أيضا على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين وذلك لمدة عشر سنوات تيسيرا لإيراءات الاستيراد وشهد عام 2023 تقدم الحكومة في برنامج الطروحات الذي تم تنفيذه على مرحلتين ضمت الأولى طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومصر لإنتاج الأسمدة وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والبنك التجاري الدولي وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجيه بالاضافه الى طرح اي e فاينانس للاستثمارات الماليه والرقميه اما المرحله الثانيه فقد قامت فيها الدوله بالتخارج الفعلي من سبع شركات مع جذب استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار في عدة قطاعات وهي الصناعات الكيماوية وأنشطة الاتصالات وخدمات الإقامة والصناعات المعدنية وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي وتكرير البترول. الإجراءات الحكومية أسهمت في المحافظة على توجهات النمو للاقتصاد المصري على الرغم من الضغوط الخارجية. كما كشفت مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري عن نمو صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 بنسبة 10% وهكذا تواصل الدولة اداره اقتصادها بما يمكنه من تجاوز سنوات متتاليه من التحديات والازمات العالميه والاقليميه ذات الانعكاسات والضغوط الحاده على النشاط الاقتصادي في جميع دول العالم